وش حلواني بدل الوش الواحد 100 قلب على الوش الثاني واديهم الوش التايواني اهو كله مش حلواني وبدل الوش الواحد 100 واقلب على الوش الثاني واديهم الوش التايواني اهو كله مش حلواني وبدل الوش الواحد 100 والرك بقى على التربية بس بتوجع صحابنا جرائي وفي ايه قلبنا مبقاش ينفع. ليه؟ الهارية دي ليه؟ نفسي افهم بس. اصل انا اتجوزت واحد تاني. بتهزري؟ والله العظيم بتكلم بجد يا فرحات. ليه كده؟ ليه كده يا زبدة؟ فرحات الحتى بتاتوه يا لهوي العون يا ناس. انا مش فاهمه انتوا مكبرين الموضوع قوي كده ليه؟ انا قلت لكم خلاص الموضوع خلص بالنسبه لي. هي في الحقيقه صحيت الصبح بدري ونزلت اشتريت لك هديه بس مكسوفه تديها لك. اديها لها يا بسنت. ايه رايك؟ كلفتي نفسك على الفاضي. المحبة والسماح أجمل من أي حاجة في الدنيا. وأنا قلت لكم خلاص الموضوع خلص بالنسبة لي. من أول ما حطيت رجلي في العربية ورحت المديرية وقلت اللي أنا قلته هناك. ريهام أنتي كده بتعذبيني. أنا أنتي مكبرة الموضوع قوي. مفيش حد فينا ما بيغلطش يا حبيبتي. سالم بيه بعد إذن معاليك عايز سعادتك في موضوع مهم. خير يا سيد. كلموني دلوقتي وقالوا لي ان ابويا حالته خطيره جدا ومتاخره، فبستاذن سعادتك ان انا انزل له. هقول لك ايه يعني؟ روح. انا هنزل وسايب سمعه مكاني هنا. هو كفاءه برضه يا باشا. روح اطمن وارجع. ان شاء الله سعادتك. بعد اذنكم. انا مش حذرتك قبل كده انك تزعليه او تضايقيه؟ ها؟ انطقي. ايه حكايه جوزك التاني ده؟ اديني بس فرصة أنا هشرح لك وأقول لك. انطقي من الوقت اللي أنت على ذمته. واتجوزتيه إزاي؟ وإمتى؟ الدكش وقف لي محامي ورفع لي قضية خلع وبعد كده اتجوزت أنا وهو. الدكش؟ اتجوزت الدكش؟ يعني التقسيم اللي كان بيقسمه عليها الفترة اللي فاتت كان بشوقك وترتيبك معاه ها؟ أنا ماليش دعوة. أنا ما أعرفش هو بيعمل هنا ذنبي إيه؟ فين حكم الخلع ده؟ فين؟ معيش حاجة، كل حاجة مع الدكش، حتى قسيمة الجواز معايا أنا ما خدتش حاجة. أنت جننت يا سيد. جننت، أنت لسه حاجة. يا سيد ما تضربش أحبسك أنت ووردة يا سيد. ما بطلت بقى، بطلت اللعب، أنت يا روح أمك. أنت بتعدي على الحكومة كده يا سيد، والحكومة مالها ومال أفعالك الوسخة يا نجس. اطلع بحكم الخلع بتاع مرات أبويا، اطلع. ما تسألها ما هو معاه. أنتوا هتلعبوا بيا الكورة. هي تقول لي معاك وانت تقول لي معاها، هتسقطوني لبعض يا ولاد الكلب وتضيعوا الراجل وسطيكم. يا سيد بطل ضرب هموت في ايدك يا سيد، انت راجل شباب ولا صاحب مرض. صاحب مرض؟ ده انت صاحب سوء وصاحب ابليس. بقى كل الفترة اللي فاتت دي بتلعب بيها الكورة عشان تبعد عنها، وهي على ذمتك يا وسخ، هتضيع الراجل وسطيكم يا نمم. طب وقف ضربه وانا اقول لك على كل حاجة. وفلوسي. وفلوسي يا عم هديها لك بقى بس هتاني الوجه الله. اتفضل. نايل. اطلع. مفيش حكم خلع من اساسه. يعني ايه؟ يعني انا ثبتت زبيده واشتغلتها لما لقيتها عايزه تاخد مني اجره المحامي. فهمتها ان انا جبت محامي ورفعت قضيه، وبعد شويه قلت لها ان احنا كسبنا قضيه الخلع. وعقد الجواز؟ لا، كله العقد الجواز، ده شرع وعند مأذون وعلى يد شهود وعلى سنه الله ورسوله. لا عارف ربنا يا روح امك. يعني ايه؟ الست دي على ذمه راجلين دلوقتي؟ بس الشهاده لها عرب. زبيدة ما تعرفش حاجة على الموضوع ده، أنا لعبت الموضوع ده كله بعيد عنها. يا نهار أسود، هروح أقول إيه للراجل الخلصان اللي هناك دلوقتي؟ يا نهار أسود. شششت، وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ دي حاجة تستخبى؟ أبوك لازم يعرف يا سيد، الموضوع ده في إيده هو. هو حمل خبر زي ده؟ الأول كان أصعب بكتير يا سيد، دلوقتي لازم يعرف، دي ما تجوزلوش، قعدتها معانا هنا في البيت حرام. لا في الحرام ولا في أبوك يا أسامة. أقسم بالله أنا لو منه أحبسها، تهمة إنها على ذمة راجلين في نفس الوقت. أنت مش فرحات يا أسامة. أقول له إزاي أنا بقى الموضوع دلوقتي؟ عادي جدا، هاخد وردة وطارق بره الأوضة وأنت جيبها له بالراحة، واللي هو عايزه هيكون في الآخر. على طول كده؟ اسمع مني صدقني. طارق تعالى. سيد هو بابا ماله؟ بابا زي الفل يا حبيبي، ممكن بقى تروح تذاكر شويه لحد ما اندهلك؟ يا خيبة أملك يا زبيدة، يا عيني عليكي يا أختي، ما كانش يومك يا زبيدة. أدي آخرة تفكيرك في روحك وفي شبابك اللي هيضيع لو فضلتي من غير جواز وعمي فرحات في السجن، أديكي هتقضي برضك في السجن. منك لله يا دكش، إلهي ربنا ينتقم منك، أنت اللي عملت فيا كده، إلهي ربنا ينتقم منك يا رب. أنت لسه هتكدبي على روحك؟ ياما أنت اللي ضيعك إنك مش شايفة في مرايتك غير روحك وبس. لا انا ولا الواد طارق الغلبان اللي لحد دلوقتي مش فاهم اذا كنت اخته ولا خالته، لينا مكان في دنيتك، كل تفكيرك يلا نفسي والسلام ختام ودمتم. شمتانه فيا؟ شمتانه فيا يا بنت بطني؟ تاني معذوره، وانت هتعرفي مين عدوك ومين حبيبك، وانت حساباتي غير حسابك. انا لا عدوتك ولا ضرتك ياما عشان اشمت فيكي. وانت فكرك يعني اني فرحانه باللي انت فيه؟ انت امي، واي بنت تتمنى لامها ايه غير الستر والصحه؟ انا النهارده متجوزه وبكره هبقى ام، بس عمري ما هكون زيك. ربنا يقويكي ويصبرك على ما بلاكي يا عم. عليك يا زبيدة، آخرتك السجن يا زبيدة، آخرتك زنزانة، هتقعدي في زنزانة يا زبيدة، في آخرة عمرك هتتبهدلي، يا عيني عليك يا زبيدة، يا عيني عليك يا زبيدة. تتسجن يا ابني، تتسجن، ده لو هي زي ما أنت بتقول كده يعني على ذمة راجلين في وقت واحد، انما الكذب خيبه، يعني هنفتري على مخلوق ربنا. انا طلقتها السيد وانا في السجن يابا. الله، يعني وانت عاوزني ابقى على واحده زي دي؟ يعني لا جت تزورني في السجن ولا في شدتي؟ لا يا سيد، لا، اللي زي الزبده دي ما يتبكيش عليها ولا يتزعل. تعرف يا سيد النسوان اللي بجد بجد تبقى حاجة تانية خالص خالص يا سيد. تعرف لو الدنيا دي اتطربقت فوق دماغة رجالتها بتروح شايلة رجالتها دي مفضاه حاجية عليه وعلى بيته، لكن زبدة لأ، زبدة ما عبرتنيش. أنت يرضيك يا سيد أنا أعبرها؟ يابا ده انت ما فيش زياره غير لما كنت تسالني عليها وتطلب مني اخليها تجيلك. يا سيد انا بصراحه ربنا كده كنت بديها فرصه يعني عشان تتعدل وتصلح غلطتها معايا، لكن اول يوم بعد يوم بقى عرفت بقى وتاكدت يا سيد. اللي زي الزبده دي ما يصحش لموظف الكلمه يعني انها تشيل اسمي، مش كده يا سيد؟ وكلامك يا ابو بالك يا سيد، انا ما فيش غير حاجتين بيكيفوني في الدنيا، السرقه وزبيده، مش ده كلامك يا ابو؟ كان كلام يا سيد، لكن دلوقتي السجن توبنا عن زبيده والسرقه. ادعي لي يا سيد بقى ان تبقى التوبه دي توبه نصوحه وربنا يقبلها، مش كده يا سيد؟ يابا اما تبطل الكلاكه دي كده كل شويه، ما تقوم تشوف اخوك الصغير ده كان نام ولا حاجه، خش لها جوه خليها تسيب البيت. ما هو برضه ما يصحش تقعد مع واحد ما يحللهاش، صح يا سيد؟ ماشي. يعني جايالي بالفضايح دي كلها وعايزاني اعمل لك ايه؟ هو انت مش اخويا وانا اختك؟ اروح لمين غيرك؟ يعني انت ما تعرفنيش غير في المصايب؟ تفرطي في بيتك وتتجوزي بدل الراجل 5 وفي الاخر عايزه تيجي تقعدي في انابيزي؟ اروح فين؟ دلني وانا اروح. مفيش واحده من نسوان ال3 هتوافق تجيب لي نفسها حما، وكل واحده بيتها مليان بعياله. طيب انا ممكن افرش في اي حته هنا وانام، مش هتحس بيا. تفرشي فين؟ ده محل اكل عيش مش لوكاندا. يعني بضاعة داخلة وفلوس خارجة والبوليس عينين فتاحة قد كده، ولا انت غاوية تطلعي من الحفرة تقعي في ضحضيرة؟ بقول لك ايه؟ روحي للزفت اللي ضحك عليكي، قال له انت لسه على ذمته وملزومة منه. ترضاها لي يا اخويا؟ يا اخويا يا ابن امي وابويا، ارجع اعيش تاني مع راجل ضحك عليا وعاشرني في الحرام، وكان مفهمني ان انا ست حرة ومش على ذمة حد. خلاص حلي اساورك واخدي لك متوى، واديكي محوشالك قرشين ينفعوكي في يوم زي ده، وجه وقتهم عشان ينجدوكي. عايزني ابيع الدهب اللي حيلتي عشان ما تقفش جنبي في ظرف زي ده؟ ده الايام قربت يا ناس. الله ينور عليك، اليامه قربت، ويوم القيامه بيحصل ايه؟ كل واحد بيقول يلا نفسي يلا نفسي. النهارده يا ورده يا بنتي انت هتبقي ست البيت، لان الست اللي تصون ابني وتحافظ عليه جزمتها تبقى فوق دماغي من فوق. ده انت اللي جزمتك فوق راسي وراسنا كلنا. ربنا يديك الصحه يا حاج. بقول لك يا فرحات، بمناسبه التوبه يعني اللي انت قلت عليها من شويه دي، مش ان الاوان بقى تبقى حاج رسمي بدل ما احنا عمالين نكذب كده وناخد ذنوب؟ ربنا يكتبها لي يا سيد، بس ادعي بقى تبقى بفلوس حلال عشان ربنا يقبل التوبة وتبقى توبة نصوحة بحق. افتح يا دوكش، افتح، أنا زبيدة. افتح يا دوكش، أنا عارفة إنك جوه. إيه يا ستي في إيه يا ستي؟ صدعت دماغنا جوه في إيه؟ الله يخرب بيت دماغك. معلش حقك عليا يا اخويا ما تاخذنيش. يا ست ما هو لو كان جوه كان فتح او كان رد. طب ما تعرفش راح فين؟ إله ربنا يكرمك. حد يقدر يسأل الحكومة بتروحي فين وبتيجي منين؟ قاعد كده ليه يا حاج؟ بتفرج على نفسي وعلى اللي عملته فيها. طب ما تاخدنا جنبك يا فرحات نتفرج سوا. اتفرج عليه يا سيد. على خيبة ابوك. انت ليه عملت كده يا بابا؟ ليه قلت ان انت طلقتها وانت في السجن؟ وانا وانت عارفين ان دي مش دي الحقيقه. ليه يابا؟ ليه لسه باقي عليها بعد كل البهدله والمرمطه اللي عملتها فيك؟ ما كانش ينفع اسجنها يا سيد. ما كانش ينفع. اقول لطارق اخوك ايه؟ اقول له امك على ذمة راجلين في وقت واحد. ما قدرتش تستحمل الكام شهر اللي ابوك هيتسجن فيهم، وما قدرتش تبعد عن الجواز مخالفة شرع ربنا. ما كانش ينفع. ما كانش ينفع يا سيد اضربها واكسر دماغها واطردها من هنا بفضيحه واخلي كل اهل الحاره تبص عليها كده وتتف وتستنقصها زي ما عملت مع ام اسامه. ما كانش ينفع. اسامه لحد النهارده مش قادر يغفر لي ده. منين ما يجي ينغز فيا ويبكتني، بالرغم ان انا كاتم في قلبي وساكت، مش قادر اكسر صورة امه الحلوة اللي هو عايش فيها. مش قادر اعرفه انا عملت كده ليه. مش قادر اقول له الصورة اللي شفت امه عليها على فرشتي. كانش ينفع. كانش ينفع سيد أأذي زبدة من أساسه، لأن روحي اللي بتلعنها دلوقتي لسه لحد دلوقتي بتحبها، بتعشق التراب اللي بتمشي عليه. برغم كل اللي عملته في حقي، في حق نفسها قبل مني. ما كانش ينفع يا سيد. ما كانش ينفع. انت عايز الحق يابا؟ انت ما كانش ينفع تتجوزها من اصلا. ما هو عشان كده قاعد اتفرج على نفسي. اوبا ايه ده؟ مين الفرس اللي معاك ده فرحات؟ ايوه كده يابا. معلش يا ابني. عارف يابا انت كبرت في نظري قوي، ومش نظري الواحد يا فرحات. انا وكل اخواتي اهو. معلش يا ابني. سامحني على كل اللي عملته. الله 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 الله. انت انت بتقول ايه يا حاج؟ احنا لينا غيرك. ربنا يخليك لينا يابا العمر كله. ورحمة أمي ورحمة أمي يا فرحات لعوضك عن زبيدة بعشر نسوان. بجد يا سيد؟ أيوة كده يابا، هو ده يا أبويا اللي أنا أعرفه. ربنا يخليك لينا. أسامة خلي بالك على أبوك، كلها كام شهر وهتبقى أب، وأبوك اللي طول عمرك شايله على دماغك وزاعب مبقاش هو السنين كلته، مبقاش فاضل منه غير راجل تكسب فيه ثواب بكلمة طيبة. عارف يا سيد، سافر أنت بالسلامة وأنا وردة هنشيله فوق راسنا. وطارق؟ طارق ده بقى أنت توصيه علينا. طارق ده ابني زي ما أنا كنت ابنك بالظبط يا سيد. أم جعلص حطي عمك فرحات في عينيكي وجوزك وابن أخوكي أو أخوكي أو ربنا معاكوا يا بنتي في الحسبة اللي أنتوا فيها دي. كلهم على راسي يا سيد، وإن شاء الله تبقى جعلصة مش جعلص. ربنا يجيبه لكم بالسلامة يا رب. برنس العيلة. وأنت؟ أنا تمام. تمام؟ خدها لمت. إيه ده؟ 10 جنيه. مالها؟ ده علبة السجاير بقت ب20 جنيه. يا نهارك اسود، سجاير يالا؟ تشرب سجاير؟ بقى خمس فيها انت وصاحبك، ولا تعالى هنا اعكم بسجر اجنبي. ما تخافش. ولا مصري. امسك ادي 20 كمان، هات لك علبة شوكولاتة. ها؟ خلي بالكم من بعض. ربنا يسلم طريقك يا سيد. سلام يا عرب. خلي بالكم من نفسكم. سلام. سلام. حسونا بيه استوى بره يا باشا، بقاله أكتر من نص ساعة قاعد بره. طب وإيه يعني يا خليه مرمي بره؟ قلبك واكلك عليه قوي يا أخويا. أنت سيد من يفهم في الأصول يا معلم، والراجل برضه جاي لك لغاية عندك. خلاص. انت هتاكل وداني، روح هاته. اجيبه يا معلم. حشيشك ابو العز حبيبي وسيد المعلمين اللي مكيف مصر كلها. اخبارك ايه يا حبيبي؟ أنا كويس طول عمري كويس. اقعد يا معلم. شكلي كده جاي لك في يوم زحمة، في شغل كتير ها؟ الحمد لله. مش بحسد والله، أنا بطمن. اطمن. في يا أبو العز، أنت بترد على قد السؤال كده ليه؟ أوعى تكون زعلان مني وأنا مش عارف. وأزعل منك ليه؟ هو انت بتعمل حاجه تزعل يا حسونه؟ انا بقول كده برضه، امال ايه بقى بتزوغ مني الايام دي؟ انا مش واخد منك على كده يا صاحبي. يا سيدي الدنيا تلاهي، الدنيا مصالح يا صاحبي. اوعى تكون زعلان ان انا ما رضيتش اديك الفلوس. وازعل ليه؟ كنت عايز استلف قرشين من واحد صاحبي، طلع صاحبي ده بيسلف بالفايز. دي فيها حاجه تزعل؟ حد الله، انا ما اعملش كده مع اصحابي. أنا كنت هجيبهم لك من واحد معرفة، دي سكته. سكته خضرة. المهم الدقيقة اللي أنت كنت فيها خلصت. أبو العز عمره ما يكون في دقيقة. لا مش أنت اللي قايل إن أنت في دقيقة. وأنت شاغل نفسك بيا ليه كده يا حسون؟ على صاحبي يا جدع. ولا صاحبي ولا صاحبتي. أبو العز أصحابه وحبايبه اللي بجد كتير قوي يا حسونة. وماله؟ وانا هعوز ايه اكتر من كده؟ عموما انا كنت جاي لك علشان اطمن عليك واشوفك اذا كنت زعلان ولا لا. واطمنت. لا ولا فيك الخير. ما تقعد نغديك، مع انه مش وقت غادة. العيش والملح ممدود يا صاحبي. معلسونا يا معلم حسونا، وصاحبك لو خانك اعتبره دخانك. انست اتفضلي. ايه ده؟ ليمون. ميرسي. مش عايزه. غريبه، مع اني عارفه انك بتحبي الليمون، عشان كده قلت نشربه سوا. كنت دلوقتي ماليش مزاج. ولا خايفه؟ خايفه من ايه؟ تحبي اشربه قدامك عشان تصدقي ان هو ما فيهوش حاجه؟ ما تكبريش الموضوع قوي يا بسنت. وبعدين انا لو هحسبها بالمنطق بتاعك، ما انتي كلتي معايا يوميها من نفس الجاتو، ولا نسيتي؟ انا اسف. الأوراق اللي طلبتها ساعتك. استني، هو أنت لسه ما تعودتيش عليا؟ قصدي على طبيعة الشغل. أنا أصل يدخل عندي ما يخرجش منه لنفسه كده، لا لازم يستأذن مني الأول. حضرتك تؤمرني بحاجة تانية يا سالم بيه؟ سالم بيه دي في القرية، هنا مسموح لك تقولي لي يا سالم بس. يا خبر أسود. أسود إيه بس يا عبيطة؟ يلا يا بنتي ارحمينا بقى. هو انا اكبر اصغر اروح اجي؟ انت زي ما انت مدبله نكد. مصيبه، شفت المصيبه؟ اه شفتها. انهي مصيبه فيهم؟ انهي لون؟ اشجيني. سالم الجرحي ابويا. ماله؟ مصيبه والله، مصيبه يا سيد. والله عارف ان هي مصيبه يا سيد، بس قوليها في وشي وخلاص. دخلت اديله ورق في مكتبه، اتحرش ليا. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بقول لك اتحرش بيا. عارف يعني ايه اب يتحرش ببنته؟ ما هو لازم يتحرش بيكي، راجل بتاع نسوان وانت داخله له كده، عايزاه ايه؟ يقوم يخطف العيشه؟ لازم يتحرش بيكي. ايوه بس ده ابويا. عارف يعني ايه ابويا؟ انا عارف، انت عارفه، هو مش عارف. انت في نظره مزه فرس يعني مع حفظ الالقاب. قوم انت بس استوري في خدك وراكك دي، وان شاء الله مش هتحرش بيكي تاني، هيبقى اتحرش بسليمان. نسيت احكي لك يا سماح، موضوع مهم جدا، ركزي معايا فيه. اي مصيبه تانيه من النوع ده، او من العيار التقيل، او حتى خبر يفرق، ما تحكيهوليش. اسمعي كلامي، ما تبصليش، خبيه عني. جات كل هم انت وابوكي. ايوه طيب كويس. امن عليهم بقى لغايه بالليل، وخدهم بعد كده على المارينا، وزي ما اتفقنا مش عايزهم لا يقابلوا حد ولا يكلموا اي حد. قول لهم احنا عاملين مفاجاه ومش عايزين نحرقها. طيب سلام. مأمورنا يا باشا. وراك حاجه الليله يا سيد؟ حاجه زي ايه يا فندم؟ يعني عطايه كده ولا كده؟ لا سعادتك، لا معيش اي حاجه. طب عظيم. أنا أصلي عازم ناس الليلة على العشاء، وعايزك تبقى على سنجة 10. أحضر لهم اليخت يا باشا؟ لا مش للدرجة دي. أنا عازمهم في البار القديم. أمرك يا فندم، عن إذنك. الله، إيه الشياكة دي كلها؟ انزل. معقولة يا باشا؟ شياكة إيه بس؟ ودي تيجي إيه في شياكة سعادتك؟ تلميذك بقى يا فندم، هنعمل إيه؟ أنا آسف إذا كنت جيت متأخر، بس أنا جاي في ميعادي. الظاهر بقى يا باشا إن الضيوف هم اللي جم بدري. بس إيه المكان ده؟ عظيم. عجبك؟ تحفة. أنا أصل ليا فيه ذكريات جميلة، وأنت كمان هيبقى ليك فيه ذكريات، خصوصًا بعد ما تقابل الضيوف، ولو إنهم يعني مش محتاجين تقديم. ولا ايه؟ على السلامة. الله يسلمك. ما هو مش معقولة كمان تبقى أنت عارف عني كل حاجة وأنا ما أعرفش عنك حاجة. بني آدم مننا يا سيدة بشرية بيتعرف من أهله. ولا إيه؟ عداك العيب يا باشا. هو في إيه يا سيد؟ هو الباشا مش قايل لك إن إحنا جايين ولا إيه؟ لا أصل الباشا كان عاملها لي مفاجأة. أيوه بس الراجل اللي جالنا قال لنا إنك عايزنا نيجي عشان عامل لنا مفاجأة. وقال بأمارتي إنك بيتي عندنا إمبارح. ما هو الباشا بتاعنا غاوي المفاجآت. أنا قلت أنتوا عرسان جداد وحسب ما عرفت إنكم ولا عملتوا فرح ولا حتى قضيتوا شهر عسل. قلت معقولة أخو سيد دراعي اليمين ما يقضيش شهر عسل؟ وحياتك يا سيد منزلهم في أحسن سويت عندي. والله يا باشا الواحد مش عارف يقول لك إيه على جمايلك والله. كتر خيرك. خير إيه يا راجل؟ هو في كلام من ده بينا؟ أنت كده بقيت مجبر إنك أنت تبقى مخلص ليا. مش بكيفك. وإلا هترجع تاني للسجن اللي أنت هربان منه. باشا أنت عارف إن الإخلاص مبدئي. طبعًا. أنا عارف إن طول عمرك عندك مبادئ. ممكن بقى نخرجهم بره الإخلاص اللي بينا ده يا باشا؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا سيد؟ بقى أنا عامل كل ده عشان أحتفل بأخوك ومراته. وأنت تفتكر إن أنا ممكن أغدر بيك؟ العفو يا باشا. أصل الغدر ليه ناسه. وانا ويايا بعيش زي المريوريرات عن اوعى. مين؟ افتح يا دوكش انا زبيده. حاضر. اهلا زبدتي. معلش لسه راجع من السفر يا دوبك غسلت وشي من تراب الطريق. لا وايه انت طول عمرك نظيف وتموت في النظافه. معلوم يا زبدتي ما هو اصل النظافه من الايمان. إيمان وأنت يا سيد من يتقي الله وخصوصا في موضوع الحريم ده. لهجتك كده مش عجباني. هات اللي في بطنك وقولي لي مالك. هو سيد ابن فرحات جالك؟ شفت ابن الكلاب؟ جاي يعمل فيها السبع رجاله وتهجم عليا بس أنا ما سكتلوش. قال إيه؟ جاي يدور على حكم الخلع بتاع أبوه. واديتهوله؟ اديت له خابور هيطلع من نافوخه ويخليه يلف حوالين نفسه. معلوم ما هو اللي يتعدى على الحكومة لازم يتربى. تعرف ان مفيش حد عايز يتربى غيرك يا دوكش. جرايه يا وليه ما توحدي الله. ايه اللي زار البايخ ده؟ تخليني مره بطاله وتعشمني في الحرام وانا طول عمري عايشه بشرفي وتقول لي هزار بايخ. بص يا زب انا احب الدمويه بس مش في كل وقت. جننا احنا ولا ايه؟ لا ما اتجنناش ده انا بكامل قوايا العقليه. حتى بص باخد ودي معاك في الكلام. أنا غلطت في حاجة؟ غلطت في حاجة؟ ما يدوكش هجيب آخرك. هعيدتك على إيدي. الحقوني ولول ولول زي الحريم محدش هينجدك مني. أنا جبت نهايتك يا دوكش جبت نهايتك. الحقوني. أنا كده خدت حقي. مش هتعرف تأذي حد تاني يا دوكش. إيه ده؟ فلوس؟ ضحكت على مين المرة دي وهبط عليه يا دوكش؟ ضحكت على مين يا نجس؟ حوش عشان أزرع لك يا واطية. وأنا قلقتك قلقتك يا دوكش. تخلوش اللي حصل جوه من شويه يخليكوا تخافوا. الباشا زي ما انتوا شايفين عايز يوريني انه عارف عني كل حاجه. يعني انا المقصود مش انتوا. لا ما هو اللي حصل ده برضه حاجه تخوف يا سيد. الراجل ده شكله مش سهل. اتفضل سيره والنبي وارجع معانا مصر. هتتفضل سامة، ما تخافش على اخوك. الباشا هو اللي فضها كده. يلا انتوا عشان تلحقوا الطياره. خد بالك من نفسك يا سيد. ما تخافيش عليها يا ورده. اسامه بكره هبعت لك فلوس تروح تاخد شقه ايجار جديد تكتبها باسم ورده. اوعى تبات في شقه ابوك من الليله دي. في ايه بس يا سيد؟ طمن ابوك، اكيد الراجل قاعد قلقان مش عارف ايه اللي بيحصل. مش هوصيك يا اسامه، اوعى يعرف اي حاجه. لا اله الا الله محمد رسول الله. طمنوني يوم توصلوا. حاضر. ارنولد ما تسيبهمش اللي عند باب الطياره. ما تقلقش عليهم يا حاوي، دول اخواتي. يا سيد ايه اللي مصحيك يا صاحبي؟ انا بجد صاحبك يا سمعة. وانت بتسألني ولا بتتنكر لصحبيتنا؟ رد عليا يا اسماعيل. وراء يا سيد في ايه؟ مين ده اللي سلم الجرح على مكان اسامه وردة؟ وربنا ما انا يا اخي. في حد خاني وعرف سلم الجرح على مين؟ انت فاكر ان انا اللي خنتك يا سيد؟ ما انا بقالي كذا شهر هنا محدش عارف عني حاجه. اشمعنى يعني لما انت جيت؟ مش شايف انها صدفه غريبه؟ لا بس فرصة عرفتنا قد ايه ان انا رخيص في نظرك وخاين للعيش والملح. مش انا اللي اخون صاحبي يا سيد، عشان انت صاحبي الوحيد. عارف في الدنيا دي كلها ماليش اصحاب غيرك يا سيد، انت وليلى شمال. انا مش ممكن اخونك يا سيد. هتجنن يا سمعة، هتجنن. عايز اعرف مين اللي عملها. طب ما هو مسيره كان هيعرف. بس بدري، بدري قوي كمان. معرفته دي هتقلب موازين الليله كلها. اشمعنى؟ سلم الجرح كان عامل بالنسبه لي زي الكتاب المفتوح يا سمعه. عمال اقرا فيه واغرف منه زي ما انا عايز. لو حب يوصل لي في يوم من الايام انا او حد من اهلي ولا يعرف. انما النهارده لا، الروس اتساوت. بقى يعرف عني كل حاجة زي ما أنا أعرف عنه كل حاجة بالظبط. وأكبر خطر إنك تلعب مع واحد زي سالم الجرح ده راس براس. أنا عندي حل يا سيد. إيه؟ عشان تلعب معاه تلعب مان تو مان. مش عايزك ترد عليا دلوقتي، عايزك تفكر بعد كده تشوف هتعمل ايه. قوم نام يا سمعة، قوم الله يهديك يا ابني، وانا هبقى اقلبها في دماغي. اقلبها، فكر وبراحتك خالص. صحي؟ مش عارفه. نص ساعة وتعالي خديهم بس بسرعة. لو خلصت قبل كده هكلمك. يلا ماشي. انا اسفه يا فندم. حضرتك ممكن تاخد قهوتك في الجنينه عشان احنا لسه ما خلصناش تنظيف المكتب. موافق، بس على شرط انت اللي تعمليها لي. حاضر. ايه المسجات دي كلها؟ انا اسفه يا فندم، هبقى اقفله بعد كده. اتفضل.